بالاستوديو كتيرة وكتار منكم بيعرفون، بدكن تغنوا معنا غنية بتذكرنا بفصل الربيع، فصل الربيع اللي رح يبلش بكرة. بتغنوا معنا غنية الربيع بالفرنساوي، يلا قولوا معي. Attention déjà le printemps, vive la vie en tout temps, let's remember. Attention déjà le printemps, vive la vie en tout temps, le temps des fleurs et du bonheur, le temps de rire de tout cœur, le temps de dire il est beau, le printemps. Attention déjà le printemps, le printemps. Vive la vie en tout temps, le temps des fleurs et du bonheur, le temps de rire de tout cœur, le temps de dire il est beau, le printemps. Voilà venu notre ami fraisier, avec lui on s'amuse dans les bois, à soigner fleurs et rosiers, fleurir le monde dans la joie. Attention déjà le printemps, le printemps. Vive la vie en tout temps, le temps des fleurs et du bonheur, le temps de rire de monsieur qui fume sa pipe, à l'ombre d'un arbre il se repose. Attention déjà le printemps, le printemps. Vive la vie en tout temps, le temps des fleurs et du bonheur, le temps de rire de tout cœur, le temps de dire il est beau le printemps. Le marchand de ballons qui s'appelle, les enfants accourent vers lui, des milliers de couleurs il nous ramène pour un printemps, printemps fleuri. Attention déjà le printemps, vive la vie en tout temps, le temps des fleurs et du bonheur, le temps de rire de tout cœur, le temps de dire il est beau le printemps. Attention déjà le printemps, vive la vie en tout temps, le temps des fleurs et du bonheur, le temps de rire de tout cœur, le temps de dire il est beau le printemps. رادون ردلوا عيناته لفرانسوا بس كتير تأخر، يعني فرانسوا ما كان عم بيقشع شي. بس تسلينا اليوم كمان. شوفوني شيري كان بدها تعرف كل شي عن تاريخ عائلتها لفانيسا، عرفت انه مثلا جد جد ست جد ستة لفانيسا كان ساحر، وكان في كمان ساحرة تانية بالعائلة بس ما كانوا أبدا شاطرين، مشان هيك أوقات فانيسا ما بيزبط مع السحر. طيب رح نكفي مغامراتنا بميني ستوديو بحلقة تانية بكرة، بس هلا في عنا كارين وصار وقت الرقص، يلا حضروا حالكم وقفوا وبلشوا رقصوا معنا. هاي، خلينا نتذكر شو عملنا امبارح ونكمل الرقصة. رح نروح على اليمين، نرجع على الشمال، بعدين على اليمين، على الشمال، على اليمين، نرجع نقطع الحبلة. اوكي، بعدين رح ننط على اليمين، نرجع نحمل شي بإيدنا ونكبه ورا، بعدين زيت شي بس اعطيني ميلة، نحمل شي بإيدنا ونكبه ورا. هلا منعلي ونعمل سلك بإيدنا، نرجع بالتاني ميلة بنعمل سلك بإيدنا، كمان بعد مرة سلك بإيدنا. خلصت الرقصة، ترونا بكرة. I'm
Mini studio. فانيسا عم تتمرن على الكلمة السحرية، حفظتوها شو هي؟ هي زيانجا، بس أنا إذا بقول زيانجا ما بيصير شيء لأنه أنا مني ساحرة. وبحلقة اليوم شوفونا شيري عم تجرب تفتح الديكسيونير وتفهم شو معنات كلمة زيانجا. أنتو فهمنينا؟ على كل حال نحن عم نلعب وعم نتسلى بحلقتنا اليوم، انطرونا لأنه رح يصير أشياء كتيرة. مثلاً أنا بعرف أنه رادون رح يروح يسرق له عويناته لمسيو ساينس، يعني مسيو فرانسوا. وكيف رح يعمل؟ ما بيقدر يشوف شيء بلا عوينات. تنطرونا وبتشوفوا بهالحلقة شو رح يصير. فإذا حبيتونا وحبيتوا كل هالقصص الحلوة فيكن تحطولنا لايك على فيسبوك بيج تبعيتنا، وما تنسوا كمان انه فيكم تبعتوا لنا صوركم. هالصور كلها رح توصل لعندي وراح اروح احطها بقوطة البرنسس، كمان رسالتكم كل شيء رح يوصل لعندي وراح وصله او للبرنس او للبرنسس او لشوفونا شيري اذا حابين تخبروها شيء. فاذا يلا خلينا نبلش بسرعه الحلقه ونشوف شو رح يصير معنا اليوم بميني استوديو. هول قد ايه؟ 1 2 3 4 5. طب هول قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. فرانسوا؟ اي فيليب. واو. برنس فيليب. هول قد ايه؟ هول 2. ايه ركز معي فرانسوا. هول قد ايه؟ هول 90. 90؟ ايه فيليب فيليب. كلهم 10 اصابع. فيليب ما عم بقشع ابدا. فيليب صار لي من اليوم الصبح ما عم بقشع. شو عم بيصير؟ شو عم بيصير بفرانسوا؟ فرانسوا ليش؟ وعيت الصبح وما لقيت العوينات على الكومود. كيف ما لقيتهم؟ ما عم بقشع شيء من اليوم الصبح فيليب. شو قصدك؟ ما القصر هون كله امين؟ قصدك حدا سرقهم؟ فيليب لو بعرف ما كنت هون، كنت عم فتش على الشخص بس ما لقيتهم. تاب 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 روق، طول بالك. شو محضر لنا؟ كان عندي تجربة تعلمك كيف ما تفقع التنكة تبع المشروب الغازي بوجهك، بس انا ما رح اقدر اعملها لانه بلن 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 انا بساعدك. مشروب غازي يحوي قدامنا. ها تفضل. هيدا مشروب غازي وقت كنت صغير كنت ضلني خضر للقنينة وتفقع. مسوك تبعك وحركه. اوكي هلا وقف تحركها ونقف على التنكه هيك. ايه شو بيصير اذا بنقف على التنكه؟ بيطلع الغاز من تحت وبيجمع فوق. يعني اذا بفتحها ما رح تفقع؟ لا ما بتفقع. بس اذا ما بنقف بس تفقع؟ عم تنقف انت او لا؟ ايه ايه. طيب اوكي نقف. يلا هلا بيكون طلع الغاز لفوق. ايه وفينا نفتحها للتنكه وما بتفقع بوجهك. فيليب؟ ايه؟ رح افتح تنكتك اول شيء. اوكي يلا. فيليب؟ ايه فرانسوا؟ شفت الاكسبيريانس تبعك ما بتزبط، ما إلها معنى. فيليب انت عملت فخ فيي. ما عملت فخ فيك لا. فيليب شخص. عملت فخ فيي. كيف ما انا نقفت؟ وين تنكتي انا؟ وين تنكتي؟ انا نقفت. ها ها ها. اوكي. رح فرجيك انه ما بتفقع معي. ها شفت فيليب؟ ما فقعت. ايه ما قلت لك انه بيزبط الاكسبيريونس. برافو فرانسوا. بس انت عملت فيي ضرب قبل. برافو فرانسوا. ولانه دائما عم بيزبط الاكسبيريونس بدي اقول للحرس تبعي انه يروحوا ينبشوا لك عويناتك. اوكي فيليب ميرسي كثير.
نديم جريج عيده اليوم ورح يصيره 9 سنين، خلينا كلنا سوا نعيد ونقول له هابي بيرثدي. ماج أو بازل برينسس كولكشن ممضية من البرينسس نفسها. يلا صار وقت المدرسة. هاي جونيور نادرك، يلا قوم. جونيور ميني كرواسون مصنوع من أفضل المكونات الطبيعية ليعطيك النشاط كل النهار. هرم مؤلف من 3 مثلثات. بليز ركز معي. هاي مساحة هالهرم هي مساحة مثلث ضرب 3 جمع مساحة المربع. مثل ما شفتوا المسألة مش معقدة. جونيور ميني كرواسون ماكسي حيوية. هلو هلو جونيور ميني كرواسون، معنا كل يوم بميني ستوديو تنلعب سوا لعبة انتو فيكن كمان تشتركوا فيها. يعني انتو بالبيت فيكن تفوتوا على فيسبوك بيج تبعيتنا تبعت ميني ستوديو، تحطوا لنا لايك وتحطوا لنا اسمكن رقم تليفونكن وايميل لإلكن تتشتركوا باللعبة، على شرط تنقوا كمان شخص من ميني ستوديو وتنقوا رقم 1، 2 أو 3، وهالشخص رح يفوت على كابين رقم 1 أو 2 أو 3 يشد الحبل ويقع على راسه شي. وهاللعبة مهضومة وبتضحك وعم نلعبها كل يوم بميني ستوديو. وإذا قرينا المسج تبعكم بميني ستوديو مثل ما هلأ رح نقرأ مسج بتربحوا هدية تقدمة جونيور ميني كرواسون، وكمان تشتركوا بسحب رح يصير بعد شوي. فإذا جونيور ميني كرواسون معنا كل يوم كل يوم، انتو فيكم تشتركوا. واليوم رح نبلش ونقرأ على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو مسج من يولي شلهوب. يولي بتقول انه بدها كابين رقم 2 وبدها انه رادون هو يلي يشترك. فاذا رادون هلا يا جونيور رح يروح رح يفوت على كابين رقم 2 ورح يشد الحبلة، او الكل رح يوقع على راسه مي، او بركي يوقع على راسه كرواسون جونيور، أو كمان بركة يقع راسه كونفتي أو ماشي أبداً. هيدا راح نشوفه سوا. كتير مهضوم كتير مهضوم رادون، كان خايف كتير قوم يقع على راسه مي، لأنه بتعرف يا جونيور إنه رادون ما بحب أبداً الحمام وما بحب يقع عليه مي، وبضل يتخانق مع شوفوني شري على الحمام، هي بتقول له يتحمم هو ما بده يتحمم. فإذاً رادون طلع حظه منيح ووقع على راسه كونفتي، وهيك انبسطنا وضحكنا بهيدي اللعبة اليوم. بكرة كمان رح نرجع نلعب، ومثل ما يولي عملت اليوم بعثت لنا مسج على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، أنتم كمان فيكم تعملوا نفس الشيء. كتار منكم عم بيبعتوا لنا مسجز رح نمرقهم كلهم، وكلكم رح تقدروا تلعبوا وتشتركوا بالسحب يلي رح يصير مع جونيور ب6 نيسان. كلكم فيكم تربحوا ميني ايباد، وكلكم فيكم تربحوا ميني كرواسون جونيور طيب كتير مثل ما عملت يولي يلي رح تربح هدية رح نشوفها سوا. هديتكم من جونيور ميني كرواسون على شوكولا وعلى بيريز وعلى ستروبريز، وكمان مجموعة من The Princess Collection. وما تنسوا انه اسمكم رح يفوت بالسحب يلي رح يصير ب10 نيسان بميني ستوديو، تأنتوا تربحوا ميني ايباد. في 5 ميني ايباد انتوا فيكم تربحون تقدمة جونيور. Thank you لجونيور. يلا صار وقت المدرسة. هاي جونيور نادرك، يلا قوم. جونيور ميني كرواسون مصنوع من أفضل المكونات الطبيعية ليعطيك النشاط كل النهار. هرم مؤلف من 3 مثلثات. بليز ركز معي. هاي مساحة هالهرم هي مساحة مثلث ضرب 3 جمع مساحة المربع. مثل ما شفتوا المسألة مش معقدة. جونيور ميني كرواسون ماكسي حيوية. Pineapples.
shake the tree. I got to do do push pineapple right up me. To the left, to the right, up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. J'ai découvert cette danse un été à Waikiki. J'étais bien en vacances avec Boubou et Kiki. J'allais dans tous les sens, j'ai fait des roulis-boulis. Et avec un peu de chance, j'avais bien tout appris. The lovely beach in the sky, the moon of Hawaii. The fire so strong, the lovely singing the song. Agathe, do, do, push pineapple, shake the tree. Agathe, do, 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 push pineapple, run coffee. To the left, to the right, up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. Agathe, do, 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 push la na in the cafe. Agathe, do, 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 push la na in the cafe. Tap la bombe, tap la voix, push la na in the cafe. Tap la bombe, tap la voix, push la na in the cafe. I call my friends to teach me the sway. Together, oh yes, we dance on the bay. بدي أصير حكيم. لا لا، بدي أكون بفريق ميني ستوديو. لا حكيم، بدي ألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. جوال ويارا صاروا جاهزين ليلعبوا، بس قبل رح نتعرف على جوال. جوال زرازير عمره 10 سنين، بتحب كتير شاكيرا وما بتحب الموتو. طب خمسين ألف، خمسة وعشرين، مية وعشر، مية وسبعين، مية وخمسة عشر ألف، كمان مية وعشرين، خمسة وتسعين ألف، إذا غلبت فيك تكبس علي. خمسين، خلص يلا واحدة غيرها. مية واحدة وستين. خلص الوقت وقدرت تجمعي 4135. قبل ما تبلش تلعب يارا ونشوف قد ايه رح تجمع، خلينا كلنا سوا نتعرف عليها. يارا يوسف عمرها 10 سنين، بتحب كتير التنس وما بتحب تتخانق مع أصحابها. بلاي أجين يارا. ثلاثين، مية وألف، مية وواحد وعشرين، خمسة وسبعين،
40 هي 45 ناقصك بعد 30,000 يعني 20 و10 45 111,000 221 خلص وقتك يارا، جمعتي 3705 نقط، يعني انت ربحت جوال، مبروك. خلينا كلنا سوا نشوف هديتها. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار، مبروك. ميني ستوديو. I am شوفوني شيري and I am so pretty so lovely. Ah, this is lovely. Perfect. شوفوني انت انت وينك؟ شوبيك 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 وينك؟ شايفك 10 يه 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 يه. لا في شيء مش ظابط، شو صار معك يا رادو؟ شايفه طويل فوق راسي. نعم؟ ايه وانا وشايفه شفت جيراف. جيراف يعني فيل؟ جيراف يعني فيل؟ لا 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 لا، جيراف يعني زرافة، فيل يعني إليفان. بس وين شفتها؟ شو نحن بالسافانا الأفريقية؟ أنا 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 كنت لابس عوينات فرانسوا، طلعت هيك أطلع 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 هيك عوينات فرانسوا؟ طلعت إيه، أخذت له إياهم. ليش ليش ردون؟ ليه؟ حرام فرانسوا ما بيقشع بليهم. طيب. كيف بده شو بده يعمل هلا؟ طيب يا شوفوني حلو حاجة تصلى هيك هيك. شوف فرانسوا شو عم يعمل. بدي 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 شوف فرانسوا شو عم يعمل. لا 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 لا، تعال هون تعال هون تعال هون شوفوني ما بيزبط معه ولا شيء ولا شيء. لا 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 تعال هون ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء. اقعد قدامي هلا، بعد شوي بتروح بترجع له العوينات. فهمت شو عم بقول؟ شو 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 شوفوني ما عم تخليني اتحرك. خلص ردون، يعني ما بعرف شو شو فيت براسك، مش معقول تاخذ عوينات غيرك، وبعدين اكيد لما بدك تحط على عيونك عوينات مش لإلك، إيه؟ اوكي عوينات طبيه بده يوجعك راسك، صح، وبده يزغوا عينيك. طب هيدا ما طب هيدا الشيء مش معقول. طب ليك بتعرف انا شو عرفت هلا مؤخرا؟ هيدي الساحره اللي قلت لي عنها فانيسا. إيه؟ فانيسا مزبوط طلعت ساحره؟ لا ايه يا 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 يعني 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 فيها تسحر؟ يعني ما بعرف قد ايه قدراتها. اوكي اوكي، بس بدي استفسر منك شغله. يلا قول. انا بعرف كل السحرات بقولوا ابراكادبرا وبيزبط معهم السحر. شو هيدي فانيسا من وين جابت لك كلمة زينجا؟ هلا هي مش ظابطة معها. بعدين انتبه على راسك يا رادون، خبطت راسك ما تنفعل كثير. إيه؟ زيانجا تيانجا ميانجا. إيه؟ بس هديك اليوم كنت عم بعمل ريشيرش. إيه؟ بالديكسيونير وشفت انه كلمة زيانجا. إيه؟ كلمة افريقية بعتقد بلدي. فز جيب لي هالديكسيونير تشوف تتأكد. يلا بسرعة. اوكي محله. اوكي اوكي A B C D E F G H I J K L M N O P. شو 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 عم تفتش هلا؟ ما عم بفهم. زد زد بدي اشوف الزهيدا. شو قلت لي اسمها؟ زيانجا. زيانجا زيانجا. ايه زيانجا كلمة أفريقية وهي مدينة. مدينة بالزيمبابوي. يعني ممكن تصير سحرة مضبوطة. لا 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 ما تخاف. ما 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 معقولة تحولني. لا 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 صرصور شي نهار. لا 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 ردو ما رح تحولك لصرصور، طمن بالك. اصلا يعني هي عم بتحاول تعمل شوية سحر بس ما بفتكر وصلت لهالقوة هيدي. بعدين ستة خبرتك هيدي ست 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 ستة كانت يعني ما كان دايما يزبط مع السحر. يعني ما رح يزبط. لا مش رح يزبط. عظيم عظيم ريحتيني يا شكلي شريف. هلا بعدك تخبرني شيء او بدك تروح؟ لا بدي تغني لي شوي. رح غني لك شوي بس عشرت واحد. شو هو؟ بدك تروح ترد العوينات لمين؟ ايه مش لفيليب؟ لا فرانسوا. لا فرانسوا. طيب اوكي وبرجع. انتبه 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 ما تكسر الدنيا. اوكي اف شنك ورش.
صحيح وريش، بس أنا بحبه مهضوم وهذا صديقي، وأنا شوفوني شيري الكبيرة ستار شانتوز عصرة. تحبوا تسمعوا شوي؟ أوكي. شو بدي غني؟ Never know how much I love you, never know how much I care. And stop. شفنا مشاهد من The Croods، هو فيلم رح يقطع بالصالات بلبنان، ونحن عم ندعي كل اصحاب ميني ستوديو كلب يجوا يحضروا معنا. كيف فيكم تربحوا بطاقه وتجوا تحضروا معنا؟ لازم تفوتوا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، اكيد تحطوا لنا لايك وتحطوا اسمكم ورقم تليفونكم وايميلكم، ولازم تعجلوا لانه اول 150 شخص رح يفوتوا رح يربحوا بطاقه تيجوا يحضروا معنا. فاذا عجلوا فوتوا على فيسبوك بيج تبعيتنا ورح نرجع نحضر مشاهد من الفيلم. جيسيكا لشو عم تحضري حالك؟ لوين رايحة؟ حلو هيدا الخاتم فانيسا؟ كتير حلو، بس ما جاوبتيني لوين رايحة؟ ما شفتي مكتوب اسمع ليه ليكي شو ستايلش؟ كتير حلو. رحت اليوم عبكرة جبت له هيدا اللوب لفرانسوا يلي بتكبر الأحرف، لأنه صار لي من عبكرة مضيع عويناته وما بيقشع شي. كتير حلو، بس نسيت إن أنا صرت ساحرة، صار فيني حولهم للونات هيك بيصير في يلبسهم. مزبوط، نسيت إنك أنت صرتي ساحرة فانيسا. فيك تحولي اللوب لعوينات، بس فيك تعمليهم كتير ستايلش، أصفر أخضر أحمر. 1 2 3 واو شو حلوين هالعوينات، ليكي لونهم شو حلو. بس برنسيس فانيسا شو هولي؟ هولي عوينات بلاستيك، اذا زيتون بلاستيك، اذا لبسهم فرانسوا ما بيصير يقشع احسن. معقول فانيسا؟ الحق عليكي، كل مسائل القصر هلا وقفت من وراكي لانه السحر تبعك ما زبط وفرانسوا ما طلع العوينات وما فيه يقشع شيء.